تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات ليسجل رأس المال السوقي للسوق مستوى 680.3 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 14.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.26% ليغلق عند مستوى 10480 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.35% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة بلغت 1.12% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال حسام عيد. أهلا بك معنا أستاذ حسام، ما سبب هذا التباين؟ طبعا زي ما تابعنا كده في جلسة النهاردة، استطاع المؤشر الرئيسي الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات بعد أن فقد أكثر من 60 نقطة من مكاسبه الصباحية، وده كان راجع بفضل عمليات بيع وجني أرباح من قبل المؤسسات المالية العربية والأجنبية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10600، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي دي جي إكس 30 إلى أن يفقد أكثر من 60 نقطة من مكاسبه الصباحية، والإغلاق على مكاسب طفيفة بمقدار 27 نقطة. ولكن الأمر الجيد أو الإيجابي في أداء جلسة النهاردة يعني تراجع أحجام التداول بعد الهبوط أدنى مستوى 10500، واستقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10350 أيضا أمر إيجابي بالنسبة لأداء المؤشر. وإن شاء الله نشوف معاودة لدخول المؤسسات العربية والأجنبية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، ومن ثم تأخذ المؤشر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة الرئيسي 10600. تراجع حجم التداول هذا كما ذكرت أستاذ حسام، ما تأثيره في المستقبل القريب ربما في الأيام القادمة؟ يعني أعتقد أن تراجع أحجام التداول في ظل الظروف الراهنة والأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد البترولية، أعتقد ده كان يعني دافع وسبب أساسي في تراجع أحجام وقيم التداول، لأن هناك نوع من أنواع الترقب الحذر لأي إجراءات اقتصادية أو عقوبات جديدة اقتصادية بحق روسيا. أعتقد أن ده وراء السبب الرئيسي وراء تراجع أحجام وقيم التداول بجلسة اليوم. نعم، توقعاتك لباقي جلسات الأسبوع أستاذ حسام؟ يعني أنا أتوقع أن يكون في أداء متباين، يستمر الأداء المتباين في جلسات الأسبوع الحالي، وأعتقد أن احنا هنمر بأداء عرضي من منطقة 10350 إلى منطقة 10600، وسوف نشهد عمليات جني أرباح طفيفة من قبل المؤسسات المالية عند مستويات المقاومة الرئيسية، ونشوف إعادة فتح مراكز مالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي إلى أن تستقر الأزمة وتتضح رؤية الأسواق العالمية بصفة عامة. نعم صحيح، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسام عيد، كنت معنا هاتفيا.